22 ليلة 23، الصحابة رضوان الله عليهم من هديهم كانوا 6 شهور يطلبون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم رمضان، وستة يطلبون الله سبحانه وتعالى أن الله يبلغهم رمضان. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان. فكيف نفرق يعني في الحديث ما معناه رغم عنفه رغم عنفه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني تراها ساعات ودقائق وثواني، ما ندري لقاله العيد، وإن أصبر شوي بعد شوي بقرأ بعد شوي بأجلس أصلي بعد شوي بعد شوي بعد شوي راحت اللحظات. صحيح. فلا تكون من المحرومين. لا تكون يا أختي من المحرومة. رتبي جدولك في تصليح الفطور وفي خدمة أهل البيت في الوقت الصباح، وخلي وقت الليل هذا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأزواج يعينون زوجاتهم على تفريغ الوقت لله سبحانه وتعالى، لأننا كلنا نريد أن نجتمع في جنات النعيم، فلا بد أن يكون عندنا هم لرضا الله سبحانه وتعالى، فنفرغ أوقات زوجاتنا. وكذلك الزوج لا يتشدد في ذا الأيام، الفطور الخفيف القليل، ولا الله كثر المطاعم يطلبه من المطعم، بحيث أنه يفرغ أم العيال في ذكر الله وطاعة الله، مو في السوالف، مو بيفرغها وتروح تسولف وتترك طاعة الله. إن كان عندها حماس وعندها نية في رضا الله وتريد أن تفرج سجادتها وتصلي وتكثر من الدعاء، تدعي لك أنت أهم شيء لأنك فرغتها، فأكرمها يا مال الشحم. صحيح. وإن كان والله بتروح تبربر وتسولف، لا خلها تصلح فطورك، خلها تكرف المطعم. لبيه. أنا أقول إن الزوجة لها الاحترام. نعم. ولها من الظهر وهي في ذا المطبخ. نعم. وبين الورحان وبين ذا، وإن جاك فطور واجد مقبول، وإن جاك فطور قليل لا كل ما هو لا اشكرها. يا سلام. وترى الأخلاق الطيبة والاحترام تراه تعطي الحرمة معنوية زيادة. يا سلام. يا سلام، أنت أكبر مثال يا ولد، وأكبر أكبر قدوة لنا يا أبو يا أبو دخيل. الله يربع قدركم. منك نتعلم يا أبو دخيل. أنا الوسطاني منكم. الله يبارك.